الرئيس السيسي يتفقد أعمال إنشاء مشروعات الطرق والكباري بمنطقة مصر الجديدة ويوجه بسرعة إنجازها. ترامب يؤكد أنه لم يوافق على إلغاء رسوم جمركية على منتجات صينية. رياضيا، مصر تفوز على مالي في أولى مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 سنة. انتصف الليل بتوقيت غرينتش، الثانية صباحا بتوقيت القاهرة. موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي سير الأعمال الإنشائية بعدد من مشروعات الطرق والكباري بمنطقة مصر الجديدة. وأوضح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي وجه بإنجاز تلك المشروعات وفق جدول زمني سريع كما هو مخطط، وذلك لتسهيل الحركة ورفع المعاناة عن المواطنين وقاطني حي مصر الجديدة. أضاف راضي أن الرئيس السيسي حرص على الالتقاء بعدد من العاملين بتلك المشروعات. شارك المئات في احتجاجات بساحة التحرير بالعاصمة العراقية بغداد وسط إجراءات أمنية مشددة. يأتي هذا بينما أفادت وسائل إعلام بارتفاع قتلى فض اعتصام أمام مبنى محافظة البصرة إلى أكثر من 10 أشخاص، بينما أصيب 150 آخرون. وفي لبنان، حذر زعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع من اندلاع الاضطرابات الاجتماعية إذا حدث نقص في السلع الأساسية، وأشار في تصريحات إلى عدم ظهور بوادر لتشكيل حكومة لبنانية جديدة، معتبرا أن السياسيين يتصرفون كما لو أن لم شيئا يتغير منذ أن عمت الاحتجاجات في البلاد. في سياق آخر، نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على إلغاء رسوم جمركية على منتجات صينية، مضيفا أن بكين تطلع لأن يفعل ذلك. وجاءت تصريحات ترامب بعد أن قال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة والصين وافقتا على إلغاء رسوم جمركية في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين البلدين. رياضيا، فاز منتخب مصر الأولمبي بهدف دون مقابل على نظيره المالي في افتتاح بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. أحرز هدف المباراة الوحيد اللاعب مصطفى محمد في الدقيقة 29 من عمر المباراة، ويقع منتخب مصر الأولمبي ونظيره المالي في المجموعة الأولى التي تضم الكاميرون وغانا. ختام الموجز، لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. إلى اللقاء.